أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء
تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب الله 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 الله
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سوى ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا هو الذي يريكم البرق خوفا
وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته ويرسل الصواعق فيصيب بها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا قل من رب السماوات والأرض جل جلاله قل الله صدق الله العظيم.